السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. راح نكمل معكم ما بدأناه في مهارات التوجه والحركة باستخدام العصا البيضاء. هذا أنا الدكتور محمد صفحي وزميل الدكتور محمود رمضان عزام السيد. راح نتحدث عن أنواع العصا. العصا النوع الأول هو العصا الرمزية، وهي عصا يستخدمها المكفوفين وضعاف البصر والمسنين أيضا للدلالة على أن صاحبها لديه مشكلة في الإبصار. أما النوع الثاني فهو العصا الإرشادية، وهي أيضا عصا يستخدمها المكفوفين لمعرفة نوعية الأرض التي يسيرون عليها وحواف الأرصفة ودرجات السلم، وكذلك لحماية الجزء الأسفل من الجسم فقط، ويكون طولها فوق خصر الجسم بقليل، وتصنع أطراف هذا العصا من النايلون والألمنيوم. العصا الطويلة أو عصا هوفر، وهي أكثر العصا استعمالا في التنقل والترحال. طبعا العصا الطويلة هي العصا البيضاء، وهي أكثر العصا استعمالا في التنقل والترحال بصورة مستقلة. ينبغي أن يكون طولها عند الجزء الأسفل من القفص الصدري أو في منتصف القفص الصدري بالنسبة لحاملها، ومن ثم فإن طولها يختلف من إنسان لآخر حسب طول الشخص، ويستطيع الكثير من خلال العصا الطويلة أن يكتشف العقبات التي قد تعترض طريقه قبل الاصطدام بها. وتصنع أطراف هذه العصا أيضا من النايلون، وتأخذ هذه الأطراف عدة أشكال، منها المدبب أو الكروي أو المخروطي. الطول المناسب للعصا هو منتصف القفص الصدري، بحيث أنها تكون مناسبة للشخص في التنقل. النوع الرابع عصا السير العادية، وهي العصا المساندة، ويستخدمها المكفوفين وضعاف البصر والمبصرين دون أن يكون لها مواصفات خاصة، هي العصا العادية. النوع الخامس والعصا الإلكترونية أو الليزر، وهي عصا إلكترونية مزودة بجهاز ليزر، وهو مصدر الطاقة بها، ومهمته الأساسية تحديد العقبات التي قد تعترض الكفيف. أيضا هناك ثلاثة أنواع من الحزمة الإشعاعية غير المرئية تصدر عن هذه العصا، إما إلى الأمام أو الأسفل أو الأعلى. فإذا صدمت العصا بعائق، فإنها تنبه الشخص الكفيف وتصدر له صوتا تحذيريا يعلن عن وجود عائق في طريقه. مزايا العصا بأنها المعاون الأساسي الإلكتروني الأول للانتقال المستقل، تساعد الكفيف في اكتشاف بطريقة أفضل. يعتمد الجهاز على المعلومات Go or Not Go، مما تسمح المستخدم بالتحرك بكفاية عالية. كذلك توفر معلومات عن الأسفل، مما يحقق للكفيف قدر كبير من الأمان والسلامة الاستقلالية. مصدر الطاقة يمكن إعادة شحنه، وفي حالة تعطل الجهاز الليزر أو رغبة الكفيف في عدم تشغيله يمكنه استخدامها كعصا عادية. من عيوب العصا الإلكترونية، الأشعة العادية الصادرة عنها لا ترتد عن الواجهات الزجاجية، أيضا لا توفر معلومات عن الميل التدريجي، لا تزود الكفيف بمعلومات عن الأشياء الصغيرة الموجودة في الطريق، أو في بعض الحالات يرتبك الفرد الكفيف في تفسير الأصوات الواصلة له. نشكر لكم حسن استماعكم، على أن نلتقي في محاضرة قادمة.